السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت 5، منهج الصف الخامس الابتدائي، الترم الاول 2025 من كتاب سلاح التلميذ، يونت 1 الوحده الاولى، ليسون 3 الدرس الثالث، بيج 39 صفحه 39. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدا مع بعض. جاك اند ذا بينستوك، جاك وساق الفاصوليا. You will learn، سوف تتعلم. To read a story، أن تقرأ قصة. About helping others، عن مساعدة الآخرين. Read and notes، اقرأ ولاحظ. New vocabulary، مفردات جديدة. Golden eggs، golden eggs يعني بيض ذهبي. Floor، floor يعني أرض الغرفة. Gold coins، gold coins عملات ذهبية. Gold coins. Beanstalk، ساق الفاصوليا. clouds سحاب. hen فرخة. suddenly فجأة. axe فأس. beans فاصوليا. adjectives الصفات. special مميز أو خاص. magic سحري. terrible يعني حاجة سيئة، حاجة وحشة. conjugation of verbs تصريف الأفعال. في نوعين من الأفعال، regular verbs أفعال منتظمة و irregular verbs أفعال غير منتظمة. الفعل المنتظم اللي بحوله مقطع، اللي بحط له مقطع ثابت عشان احوله من مضارع لماضي. climb يتسلق، climbed تسلق. هنا ايدي، طبعا هنا البي لا تنطق، اقول climb تبقى climbed. save يعني ينقذ، saved. هنا اخرها ايه، فحطينا دي فقط. reach يصل، reached وصل. chop يعني يقطع، هنا الفعل انتهى بنطق حرف ساكن قبليه نطق حرف متحرك واحد. chop بضاعف الحرف الأخير وبحط إيدي يبقى chopped، يبقى يا إما إيدي يا إما دي يا إما ضاعف الحرف الأخير وحط إيدي. يعني ليه قاعدة ثابتة الفعل المنتظم؟ طب الغير منتظم احفظه زي ما هو، ملوش قاعدة ثابتة. meet يقابل، met قابل. through يرمي، through رمى. fall يقع، fell وقع. sell يبيع، sold باع. important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر مهمة. The next morning في صباح اليوم التالي. As soon as بمجرد أن. ran away يعني هرب بعيدا. out of the window من الشباك. out of the window. on the way to في الطريق إلى. went to bed ذهب للنوم. went inside، went inside يعني ذهب للداخل. lived happily ever after يعني عاشوا في سعادة دائمة. ever after، ever after. Page 40 صفحة 40. Definitions تعريفات. Giant عملاق يعني ايه عملاق؟ A very very big person شخص كبير جدا جدا. Grab يعني يمسك أو يسحب أو يشد. Too big something up quickly يبقى يشد شيء بسرعة. Castle يعني قلعة، هنا تي لا تنطق، silent. Castle. A very large building مبنى كبير جدا. Built اتبنى. A long time ago من وقت طويل. chop يعني يقطع. to cut something down يقطع شيء. cage قفص. a box صندوق in which we keep animals حيث نضع فيه الحيوانات. هنا قصة beginning البداية. هنا جاك وأمه والبقرة. جاك and his mother جاك وأمه were very poor كانوا فقراء جدا. go to the market روح للسوق. and sell our last cow وبيع آخر بقرة لينا. said Jack's mother قالت أم جاك please لو سمحت get a good price هات سعر كويس يا جاك، هات سعر كويس يا جاك. هنا قابل رجل عجوز فين؟ في السكة. جاك قابل رجل عجوز في السكة. on the way to the market في طريقه للسوق. جاك met an old man قابل جاك رجل عجوز. I have these special beans الرجل العجوز قال له إيه؟ أنا عندي هذه الحبوب السحرية المميزة. Do you want to buy them؟ عايز تشتريهم؟ They will make you rich. said the man. هيخلوك غني. قال الرجل. طبعا جاك في الأول رفض وبعد كده وافق. Jack bought the beans. اشترى جاك البينز الحبوب. But his mother ولكن أمه was very angry كانت غاضبة جدا. We need food. احنا محتاجين طعام. جاك not beans مش حبوب. She threw them رمتهم out of the window من الشباك. Sorry mom آسف يا أمي. said Jack قال جاك I thought اعتقد they would help us إن هم هيساعدونا.
جاك went to bed. جاك راح ينام. He was sad. هو حزين. And very hungry. وجعان جدا. Page 42. صفحة 42. Middle. منتصف القصة. The next morning. تاني يوم الصبح. جاك saw a very tall beanstalk. شاف جاك ساق فاصوليا طويل جدا. In the garden. في الحديقة. It went all the way up to the clouds. هو وصل إلى السحب. جاك climbed the beanstalk. تسلق جاك البينستوك. At the very top في الأعلى. He saw a castle. شاف قلعة. شاف إيه؟ قلعة. جاك went inside. دخل جاك إلى الداخل. To see if anyone needed help. عشان يشوف لو حد محتاج مساعدة. شاف إيه في الأعلى؟ في القلعة. ده العملاق أهو. Suddenly فجأة. جاك saw a very big giant. شاف عملاق كبير جدا. He was counting bags. هو بيعد كياس من gold coins العملات الذهبية. There was a hen. في دجاجة. في دجاجة اهي. On the floor على الأرض. The hen was in a cage. الدجاجة في القفص. Next to the hen. جنب الدجاجة. Were some golden eggs. بعض البيض الذهبي. Page 43 صفحة 43 and نهاية القصة. The hen looked very sad. ظهرت الدجاجة إن هي حزينة جدا. It was a magic hen. هي دجاجة سحرية. And it could talk. واستطاعت أن تتحدث. Help me please. ساعدني لو سمحت. Cried the hen. يعني نادت الدجاجة. Save me. انقذني. From this terrible giant. من هذا العملاق الفظيع. I'll help you. Said Jack. قال لها أنا هساعدك. As soon as Jack reached his garden. بمجرد ما جاك وصل للحديقة. He grabbed his axe. يبقى خد الدجاجة ونزل على ساق الفاصوليا ووصل لحديقته. ثم سحب الفاس بتاعه. He chopped down the beanstalk. هو قطع ساق الفاصوليا. The giant fell. طبعا العملاق كان ايه بيجري وراه. فهو العملاق سقط. On the ground على الأرض. And ran away وهرب. The hen was happy. الدجاجة سعيدة. It was free at last. هي حرة في النهاية. Thank you شكرا for helping me إن أنت ساعدتني. جاك يا جاك. You are a kind boy. أنت ولد طيب. Can I please stay with you. ممكن لو سمحت أقعد معاك. And your mother. ومع أمك. جاك and his mother. جاك وأمه. Weren't poor anymore. ما كانوش فقراء خلاص بعد كده. ما بقوش فقراء. They sold the golden eggs. باعوا البيض الذهبي. To buy food. عشان يشتروا طعام. جاك and his mother. جاك وأمه. Lived happily. عاشوا بسعادة. Ever after. في سعادة دائمة. Page 44 صفحة 44 وتدريبات. Choose اختار. On the way to the market في الطريق للسوق. Jack met an old man. في طريقه للسوق جاك قابل رجل عجوز. Jack's mom. أم جاك. Through the رمت ايه؟ تبقى beans. الحبوب out of the window أو البذور من الشباك. The giant was counting bags of تبقى gold coins يعني كان العملاق بيعد كياس من العملات الذهب. An art is a very large building. مبنى كبير جدا. Built a long time ago. اتبنى من مدة طويلة. يبقى castle. Castle هنا بمعنى القلعة. السؤال التاني أكمل. القطع بالكلمات. Once upon time. في وقت من الأوقات. A boy called Jack. ولد اسمه جاك. Climbed a very tall beanstalk. تسلق ساق فاصوليا طويل. When he climbed it. لما تسلقه. He found an art. He found a castle. لقى قلعة. At the top. في ايه؟ في القلعة. A very big giant. يبقى هنا كاسل وهنا a very big giant. عملاق ضخم جدا. lived in it. بيعيش فيها. he was counting. كان بيعد bags of gold coins. كياس من العملات الذهب. there was a magic hen. كان في دجاجة سحرية. in a cage. في القفص. next to them. جنب الدجاجة. were some golden eggs. كان في بعض البيض الذهبي. Jack saved her from the terrible giant. جاك نقذ الفرخة من العملاق الفظيع. السؤال التالت أجب. Why was Jack's mother very angry? ليه أم جاك كانت غاضبة؟ Because he bought لأنه اشترى special beans حبوب خاصة not cow مش بقرة. هم كانوا عايزين بقرة عشان يشتروا أكل. Where did the giant live? أين عاش العملاق؟ يبقى in a castle. في قلعة. What did Jack and his mother do with the golden eggs? جاك وأمه عملوا إيه مع البيض الذهبي في النهاية؟ They sold them.
زي ما دي عايدة على البيض الذهبي، باعوه تو باي فود. تو باي فود عشان يشتروا طعام. بيج 45 صفحة 45 برونانسيشن النطق. You will learn، هتتعلم the pronunciation النطق of long and short vowel sounds، للحروف المتحركة ذات النطق الطويل وذات النطق القصير. طبعا الحروف المتحركة A E I O U خمس حروف ليها نطق طويل وليها نطق قصير. Listen look and repeat، استمع انظر وردد. vowel A، هنا هناخد الحرف المتحرك الأول A. letter A، حرف A ليه نطق قصير وليه نطق طويل. النطق القصير بقول A A، طب النطق الطويل A A، يبقى هنا A زي candy، هنا A زي cake وجريب، يبقى نفرق ما بين الشورت فاول النطق الحرف المتحرك القصير واللونج الطويل. فاول اي، طب الحرف المتحرك اي، في برضو شورت ولونج، شورت اي ولونج اي، هنا النطق القصير اه والطويل اي، زي هنا اج، اج يعني بيضة، وهنا بين، بين يعني حبة فول، حبة فول بين. فاول اي، نطق المتحرك للحرف اي، لتر اي، هنا بقول اي، هنا بقول اي، هنا ميلك، هنا لايم، رايس، يبقى نفرق ما بين الحرف ونطق الحرف. هنا كلمات إضافية، شورت A مانجو، شورت E بريد، شورت I فيش، لونج E ميت، يبقى نفرق ما بين الحرف ونطق الحرف. طب تعال نشوف كده، كيك دي حروف طويلة، سنيك، بيك، رين، بن، تل، سنيل، جراي، ستاي، سي، بلاي، يبقى الحرف ونطق الحرف نفرق بينهم. بيج 46 صفحة 46 تدريبات على الدرس. Look, say and fill in the missing letters، يعني انظر قل واكمل الحروف الناقصة، هنا ملك، هنا كاندي، هنا بين، هنا جريب. هنا بيقول لي استمع وضع دائرة حول الكلمة ذات الصوت المتحرك القصير، كيك، سنيك، مانجو، جريب، يبقى مانجو ده قصير، say stay play milk، milk ده قصير، bread lime rice line، bread قصير، rain egg tail snail، يبقى egg ده قصير. بنحط حوالين الحرف القصير. هنا بيقول لي هات كلمة نفس النطق، lime تبقى rice، stay هنا نعمل علامة صح يبقى gray، egg تبقى bread، يبقى بنختار النطق المتشابه، النطق المتشابه. ثم my mom bakes a delicious cake، أمي بتعمل كيكة لذيذة. The children like to eat candy، الأطفال بيحبوا يأكلوا الحلوى candy. I have a lime tree in my garden، عندي شجرة ليمون حامض أو أخضر في الحديقة. أحمد has rice، عنده رز. For lunch، على الغداء أو تناول رز على الغداء. And he has an egg، وبيضة. For breakfast، للفطار. Page 48 صفحة 48. Notes، لاحظ. To get the decimal number، عشان نحصل على العدد العشري. The numerator is divided by the denominator، هنا ده numerator البسط والdenominator المقام، ده البسط وده المقام، يبقى بنقسم البسط على المقام as a fraction في الكسر. هنا one third يعني التلت، one divided by three يعني واحد على تلاتة، equals بتساوي 0.333. one fifth الخمس بتساوي one divided by 5، واحد على خمسة equals 0.20 بتساوي 0.20%. هنا بيقول لي تدريب بسيط، مش هيجي لنا في الامتحان تدريبات عن الرياضيات، ولكن احنا بنفهم الفكرة. do the math and complete، حل المسألة واكمل. one fifth تبقى one divided by 5، one half one divided by 2 تبقى ايه، واحد على اتنين تبقى 0.5 يعني نص، يعني نص. هنا جايب لي read look and choose، انظر اقرا واختار. the correct answer الاجابه الصحيحه، وليد planted نقط of his field، يعني وليد زرع قد ايه من حقله. لو بصينا كده للحقل، الحقل مقسم الى تلات اجزاء، هو زرع جزء يبقى one third التلت. طب هنا
جزئين، يبقى طه زرع هاف النص. طب هنا الحقل مقسم إلى 4 أجزاء، يبقى تامر زرع 3/4، تلات أرباع الحقل، تلات أرباع الحقل. هنا بيقول لي وصل. دينا ايت هاف اوف هير ابل، نص تفاحتها. دينا كانت نص تفاحتها، يبقى دي النص. علي بنتد 2/5، علي لون خمسين الحيطة بتاعته، يبقى ايه؟ خمسين حيطة، يبقى 0.40. طارق سلايسد 4th of his pizza، يعني عمل شريحة أو قطع البيتزا لأربع، فده هنا 4th يعني ربع، 0.25 يعني 25 من 100 الربع. بيج 49 صفحة 49، هنا بيقول لي قل صنف واكتب. هنا يجيب لي مجموعة كلمات، عايز اللونج اي تبقى رين، كلمة نطق حرف اي طويل، شورت اي تبقى ايج، لونج اي تبقى رايس، شورت اي تبقى فيش، يعني بنصنف. ثم بعد كده قطع عليه أسئلة. جاك ليفد ويز هيز ماذر، جاك عايش مع أمه. زي وير فيري بور، كانوا فقراء جدا. وان داي ذات يوم، هي ونت تو ذا ماركت، راح للسوق. تو سيل ذير لاست كاو، عشان يبيع آخر بقرة ليهم. تو جيت فود، عشان يشتروا أكل. اون ذا واي تو ذا ماركت، في طريقه للسوق. هي ميت ان اولد مان، قابل رجل عجوز. هو هاد سبيشال بيزنس، كان عنده حبوب مميزه. ذات كود ميك جاك ريتش، هتخلي جاك غني. جاك بوت ذا بينز، اشترى جاك الحبوب. بات هيز ماذر، ولكن امه. واز فيري انجري، كانت غاضبه جدا. بيكوز شي نيدد جاك تو باي فود، كانت عايزه جاك يشتري طعام. نوت بينز، مش حبوب. شي ثرو ذا بينز اوت اوف ذا ويندو، رميتهم من الشباك. ذا نيكست داي، في اليوم التالي. ذا بينز تيرند انتو اتول بينستوك، الحبوب اللي رميتها اتحولت لسقف صولي طويل. جاك كلايمد ات، تسلق جاك عليها. اند فاوند اكاسل، ولقى قلعه. ابيج جاينت ليف ذير، عملاق ضخم عاش هناك في القلعه. جاك اند هيز ماذر وير فيري بور، كانوا فقراء. ذا سبيشال، هتبقى بينز كود ميك جاك ريتش، الحبوب المميزه خلت جاك غني. وات دي جاك كلايم، ماذا جاك تسلق؟ هو طلع فوق ايه؟ هو طلع فوق ذا بينستوك، ساق الفاصوليا. ذا بينستوك، ساق الفاصوليا. Why did Jack go to the market؟ ليه جاك راح للسوق؟ To sell the cow، عشان يبيع البقرة. And buy food، ويشتري ايه؟ طعام. بعد كده بيقول لي أحمد بلانتد، هنا زرع ايه؟ Three forces، تلات أرباع. أمل بلانتد، أمل زرعت، هتبقى ايه؟ هنا جزء من ثلاثة، يبقى 1/3 يعني التلت. وكده يبقى خلصنا الدرس بالكامل. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.